هتكلم بس ربع ساعة قبل ما نبدأ السيشن. بس الفري توك اللي في الأول ده أنا شايفه مهم. تمام. أنا مش عارف المحاضرة دي مصممة مين اللي ممكن يسمعها بصراحة، بس هي كوندنسد جدا، بمعنى إن فيها حاجات هتفتح شوية الناس اللي لسه داخلين سنة أولى في يعني حاجة بيقول لك begin with the end of mind، يعني أنت المفروض تبقى عارف إيه اللي هيحصل في المستقبل، وده بيحسن أدائك في الدراسة أو كده. فإن شاء الله برضه تبقى مفيدة لبتوع سنة أولى. اللي في نهوية أنا مش هعرض الحاجات، معظمها هيكونوا ممكن المفروض يعني لو ذاكروا كويس هيكونوا سمعوا عنها. برضه الخريجين أعتقد إنها هتبقى أهم بالنسبة لهم. طيب يعني زي ما قلت وانا بصمم المحاضره ديت ما كنتش عارف مين المفروض الاودينس، يعني انا عاوز اقول سيناريو كامل، احاول اخلي الطلبه تطلع بكلمه اثنين ثلاثه بعض المعلومات اللي هتساعدها في الدراسه في القسم او هتساعدها في الريسيرش ليتر. ممكن جايز في ناس في القسم بعد يعني بيقابلهم مشاكل في استخدام السوفت ويرز، فانا برضو حبيت ابسط الموضوع نوعا ما ان الناس تقدر تستخدم سوفت وير تعمل حسابات. يعني هنشوف ان احنا كمان شويه ممكن نعمل حسابات بسيطه زي اي حد بينشر بيبر بيعملها، نقدر نعمل زيها. فبس برضو دي المقصود بينها، مش ان انتوا تتعلموا قد ما هي فكره كسر حاجز معين. انا ما بعرفش ان انا ما خدتش حاجه، يعني الكلام دايما اللي بنقوله على الفيسبوك ده اللي هو احنا ما درسناش حاجه، احنا ما نعرفش حاجه. فالحاجات دي هتلاقيها انها لا في ذكريات خاميه، الحاجات دي هتلاقي في لينك ما بينها، وربنا يسهل بقى النهارده. ما اعرفش ايه اللي هيحصل. انا بدات بدايه بسيطه بموديول بسيط خالص عشان الناس اللي هي بتاع سنه اولى تطلع معانا. اوكي؟ زي ما قلنا بكره ان شاء الله هيبقى في فري ديسكشنز وقت طويل جدا. ممكن تسالوا اي اسئله عشان المحاضرات دي هتبقى مسجله، ممكن تسمعها السنه الجايه، ممكن تسمعها السنه اللي بعدها، فهيبقى عندك فرصه كويسه ان انت تراجع الكلام اللي اتقال. فعشان كده احنا قلنا بلاش حد يسال، المشكله انا الاودينس عندي في سبيكترم كبير من الناس مش عارف مستوياتهم ايه بالظبط، فممكن واحد عشان اوضح له حاجه سبيسيفيكلي هو ممكن يكون هيدرسها في سنه ثانيه او ثالثه. فيعني جاست هولد ات ناو، يعني تفهم الكونسبت وخلاص. اوكي؟ فبكره هيبقى عندنا فرصه برضه لو انت بقى عاوز تسالني اكشوالي دي بتعمل ازاي، ممكن اجاوب طبعا، بس مش هيبقى فيه تسجيل لانه مرتبط المحاضره كبيره جدا، جايز اخلصها كلها النهارده وجايز تمتد لبكره على حسب يعني على حسب الانتراكشن بتاعك. انا ببص لكم كده بفهم، فبعمل سلو داون يعني بسرع على حسب انتوا بقى النهارده هتبقوا عاملين ازاي او انا هبقى عامل ازاي. تمام؟ طيب في اي حد عنده اسئله قبل ما نبدا المحاضره؟ حاجه عايز استفسر عنها؟ في سيشنز كل سيشن ليها تايتل معين ولا هم بس يعني؟ انا مقسمهم اجزاء كل واحد له تايتل معين، وهم للاسف برضه اضطريت اعملهم بسيكونس، كل واحد معتمد على الثاني، يعني ما ينفعش تسكيب واحد في النص. هي زي ما بقول عشان باكج كامله، يعني الكلام فيها قد يكون مرتبط ببعضه جدا. اوكي؟ في اسئله ثانيه؟ طبعا افترض بتوع اولى طبعا سمعوا عن كلمه كروس سكشن، انتراكشن ريت، مش اكتر من كده. سمعتوا على الحاجتين دول؟ سمعتوا على حاجه اسمها بيمب؟ بس كروس سكشن، انتراكشن ريت، بيمب. واضح الكلام ده؟ عارفينه يعني؟ مش عارفينه؟ مش عارفين كروس سكشن؟ طب انا هاخد شنطتي بقى، السلام عليكم، عشان الموضوع كده فشل. طيب يعني هنحاول نقول كونسبت بسيطة، يعني مثلا ممكن لما اقول كروس سكشن اقول كروس سكشن يعني ايه؟ وانتم ناسبكم بقى. يعني معلش هو الوقت زي ما بقول عشان الموضوع كبير قوي فمش هقدر اخش في تفاصيل كتيرة، بس اتليست البيزكس هحاول اقولها ببساطة، واي هوب ان انتم تكونوا مركزين ان شاء الله. في أسئلة؟ المستشارين نبدأ يعني؟ طيب
محاضرة النهاردة زي ما انتم شايفين ميكرو رياكتور كالكوليشنز مش نوع معين من الكالكوليشنز. الناس مفترضة هنا بتفترض ان الكالكوليشنز ديت بس لها تايب واحد اللي هو النيوترونيك او ازاي بيحصل للنيوترون ترانسبورت او ازاي، انما في حاجات كتير جدا باكج ممكن تبقى ثيرمال ديزاين، ممكن تبقى ثيرمال هيدروليك، ممكن تبقى يعني حاجات حسابات خاصة بالماتيريال. فالباكج دي كلها على بعضها نعمل اوفر فيو عليها وهي اسمها النيوكلير رياكتور كالكوليشنز. مش مقصود بيها بس الجزء اللي انتوا واخدينه في الهامش اللي هو الخاص جاست بالنيوترونكس. في كذا بارت المفروض هتكلم فيهم النهارده. البارت الاولاني تارجت اودينس، يعني كان عامله عشان بتوع سنه اولى بس يفهموا نوعا ما القصه تبقى ماشيه ازاي. البارت نمبر 2 يعني ايه ميكرو داتا، بارت نمبر 3 يعني ايه بنش ماركينج، البارت نمبر 4 يعني ايه فيول مانجمنت، ازاي دعمل فيول مانجمنت للرياكتور، بارت نمبر 5 يعني ايه رياكتور ثيرمال هيدروليكس، اخر حاجه رياكتور ديزاين. يعني هنلاقي كل واحد موديول فيهم، الموديول الاولاني نوعا ما هنلاقيه بيتكلم عن الكونسبت، بعد كده هنبقى مور سبيسيفيك بالنسبه حتى للنيوكلير داتا وازاي بنعملها فاليديشن، ازاي نعمل بنش ماركينج، ازاي نعمل فيول مانجمنت. الحاجات دي ممكن كلمات صغيره ممكن اقولها تبقى مفيده جدا للناس اللي بيشتغلوا ليتر، لان هو ممكن يقعد يسال نفسه دي يعني ايه، دي بتتعمل ازاي. ففرصه النهارده ان شاء الله ان انتم تسمعوا عن المواضيع دي.